بيعمل قلة التركيز اللي كل الأمهات جاية تشتكي منها، يعني الله ينور أكثر عليكي، مفكرة. الله ينور عليكي، ده بقى اللي كنت عايزه اقوله، ان الحاجات دي بتقلل التركيز، يعني يبقى طفل شاطر ومجتهد جدا في المدرسه لكن مش مركز، بالظبط، فده نتاج اعاده قدام البلاي ستيشن. والناس كتير بتفتكر ان ادم مركز في البلاي ستيشن يبقى واد عبقري، يبقى خلاص هيعرف يركز في الفصل، او بالعكس البلاي ستيشن بتتحرك بسرعه، وبرده الافلام الاكشن السريع والكرتون السريع، فالطفل بيتعود على الحركه السريعه دي، فيجي يقعد قدام المدرسه في الفصل يلاقيها ايه، ما بتتحركش، ما بتتنططش، ما اوكي، ما بتعملش اصوات، ايوه ما... ايوه اوكي، فبتبقى ممله جدا بالنسبه له، فما يركزش معاها، فما يركزش، فلازم يبقى محدود جدا وقت